مرحبا كيفكم صبايا شو الاخبار طمنوني يعني عنكم اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد روتين اليوم هيك يعني خفيف ظريف ما فيه شغل كثير هيك يعني شاركت معكم يومي فان شاء الله راح تحبوا الفيديو حطوا لي لايكات كثيره اكتبوا لي تعليقاتكم الحلوه وتابعوني للنهايه وطبعا اهلا وسهلا فيكم جميعا يوم جديد من ايام حياتنا، يا رب يكون هاليوم حلو ويمر بسلام ونقدر انه نعمل فيه انجازات تفيدنا بالدنيا والاخره، وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين بيقدرنا انه نركز على انجازات الاخره لانه هي يلي فيها الراحه الدائمه، اما هي الدنيا بكل شي فيها فكله ماشي كله زائل كله ماله قيمه لا والله فالحمدلله على كل حال بدنا نعمل الله يقوينا ويصبرنا هون صبايا حرفيا كانت الساعه سبعة ونص مش الاولاد على المدرسه وزوجي كمان على شغله بيفيقوا بيصلوا الصبح بنشرب القهوه وبيروحوا يعني بيطلعوا لسه على مو طلعان على السوا واليوم الحمد لله فقت يعني لمجرد ما لقيت انه ما في غيم ما في مطر طلعان الشمس هيك الجو كتير حلو ولطيف ودافي حسيت براحة نفسية وبشعور كتير حلو طبعا هون كنت مشغلة الغسالة وبدي اساوي معكم فكرة للفطور او انه للعشاء بس بالبطاطا كثير كتير, كتير سهلة صبايا هي اسمها بطاطا حرة هلا شوفوا صبايا هي في لها طريقتين طريقه بنعملها بالبصل وطريقه بنعملها بالكزبره والثوم انا اليوم رح اشارك معكم طريقه البصل هون شو عملت حطيت معلقه سمنه وشويه زيت هلا انا كثرت شوي يعني الماده الدهنيه لانه زوجي هيك بحبها انت فيكي يعني تحطي بس زيت او بس سمنه حطي شويه زبده يعني اعملي الشيء اللي انت بيناسبك والبطاطا قشرتها وفرمتها هيك يعني قطع كتير رقيقة لأنه مثل الشيبس ولا انه تكون يعني انه سميكه ليش لانه نحن هون يعني بدنا نشوحها من دون ما نغطيها ومن دون ما يكون في يعني مثل البطاطا المقليه في زيت كثير فبدنا اياها تستوي بسرعه ماشي وطبعا ما لازم لا تغطوها ولا حتى تحطوا ولا نقطه مي بدنا نضل هيك عم نشوحها تشويح المفروض يكون يعني بصينيه او طنجره او اي شيء يكون تيفال او جرانيت منشان ما تلزق معكم وتعذبكم يعني حاولوا انه تساووها بصينيه تكون كبيره منشان تشوحوها يعني او انه صاج من زمان اهل اولي كان يساووها بالصاج بس انا ما في عندي صاج فشو قلت خلص يعني هي الصينيه بتناسب اول شيء قليت البصله وبعد هيك بقلي البطاطا مثل ما واضح معكم يعني حطيت لها ملح وفلفلة حمراء رش وشوية بهار وحطيت لها كمان بهارات البطاطا وبس ما بدي أي شي صبايا وتركتها حتى هيك أخدت لون بجنن أنا حسيتها كتير طيبة أحسن ما نحطها بالفرن واحسن منقوليه لا هيك يعني وانت عم تساوي الفطور قشري كم حبه بطاطا حطيهم هيك على الغاز شوحيهم بتاخذي نتيجه بتجنن اكل كتير سهله وسريعه وبسيطه واقتصاديه كمان عم بحاول اني اشارك معكم وصفات تكون يعني ما فيها تكلفه كثيره والله يقدرنا انه نعمل شيء يكون مفيد يفيدكم وان شاء الله تجربوا وصفاتي وتعجبكم وان شاء الله صحه والف هنا على قلوبكم جميعا يا رب وهلا هون صبايا في عندي اللبنة يلي شفتوا ساويتها معكم بالفيديو السابق كان في عندي لبن وصفيته فيكي انت يعني انه تساويه بالبيت او انه اشتري لبنة جاهزة من السوق كمان بتصير طلعت طعمته كتير كتير طيبة أنا هون بدي أكور اللبنة وأحطها بقلب مطربين وأحط لها زيت زيتون بصير الواحد كل يوم هيك على الفطور بيطالع كم قطعة وبيحطهم نكهتها بتجنن والتغطية يلي بدي أساويها للكرات نعناع يعني ناشف وفليفلة ميبسة يعني نحن بنقول لها فليفلة حمراء رش طبعا هاي مختلفة تماما عن البابريكا صبايا هاي الفليفلة نحن منجيب الفليفلة الحمراء بالصيف ومنيبسها وبعد هيك منديرها على الماكينة حتى تكون ناعمة يعني ومنصير بنستخدمها بالطبخات نكهتها كتير كتير طيبة وكمان في نوع تاني بيكون هو الفلافل الدبس إن شاء الله هاي الصيفية ناوية أني أشارك معكم الطريقة كاملة إذا الله راد ويسر لي وكمان عملت كرات بالزعتر اذا انتم مالكم مجربين الزعتر مع اللبنه وزيت الزيتون بتطلع نكهتهم مختلفه تماما صبايا طبعا هون زيت الزيتون لازم يكون اصلي يعني بصير زيت نباتي يعني ما بتفرق بس انه زيت الزيتون بيعطيكم نكهه اطيب لانه هلا بعد ما اخلص الكور كلهم بنحطهم بقلب المطربين وبنغمرهم بزيت الزيتون انا هون غمرتهم لتاني يوم وكمان بعد هيك شاركته معكم على الفطور يعني مع كاسه الشاي وخبز التازه احلى فطور بالعالم كمان السحور بتكون كتير طيبة إذا كانت اللبنة ما كتير حامضة كمان ما بتعطش إن شاء الله يعني بس أنا ما بفضل بصراحة الزعتر على السحور أنا بالنسبة لي يعني بحب هيك الشغلات الباردة الزعتر بحسه بيكون حامي على المعدة ما بعرف كتبولي بالتعليقات أنتم معي بهي النقطة ولا لأ لسا كمان صبايا اذا بتعملوا كمان تغطية لكرات اللبنة بحبة البركة انا هو ما كان بقيان يعني عندي وصيت ابني هاو بس كنت مستعجلة وبدي اخلص تصوير فما استنيته يعني لابني كمان بتاخدوا نكهة ولا اطيب من هيك انا هون لبين ما ساويت الكور كانت البطاطا جاهزه يعني ولما رجعوا الاولاد صار الفطور جاهز يعني قلت لحالك على مهلي بشغل الغساله وعبى ساوي الاكل وعبى الملي لما بالبيت بحب اشتغل كذا شغله مع بعضهم هاي الفتره يعني هيك صايره لانه مضغوطة كتير كتير وكتير تعبانة كمان فهيك يعني عم بشجع حالي على الشغل بي... ما بعرف <applause> شي ما له وصف الله بس هيك من عنده يقوينا وعندي البيت كتير رطوبة كتير عفن الحيطان كلهم معفنات السقف معفن الأشياء يلي عندي كلها معفنة هلا بآخر الفيديو بتشوفوا المطبخ الأغراض اللي فيه كلها معفنة في شي يمكن تشرك الورد كله عفن وكبيته يلي جففته معكم بالصيف وكمان عندي ورد اصطناعي يعني حيطته هيك ديكور كله معفن الخشب يلي عندي بالمطبخ كمان كله معفن يا شيء مو طبيعي مع انه والله ايدي بكل شيء صبايا بتعرفوني كل يوم تمسيح وشيل وكله يعني انا الخشب ما بجيب له مي وعندي كمان المعالق الخشب يلي بستخدمهم بالطبخ شفتوا هن سيليكون وخشب فبنشفهم مباشره وبتركهم حتى يتهووا احيانا بحطهم على السيخ يلي حيطته على الصوبه بنشفهم كلهم وبعدين بحطهم بس ما العفن بس كان خلص يعني البيت فيه رطوبه كمان كتير متضايقة من هاي الشغلة وانا عم بشتغل رح ارد على تعليق هاي الصبية شوفي لقلك حبيبة قلبي الخطوة الوحيدة يلي بتريحنا حتى نرتاح من الحياة والصعوبات والظروف الصعبة وهي الفترة بتحسوا ما حدا مرتاح كل واحد مثل ما بيقولوا همه على قده بانه نسلم أمرنا لرب العالمين نتوكل عليه ونستودع عنده احلامنا وطموحاتنا وكل شيء كل شيء لما بتحطي كل احلامك وكل شيء هيك عم بتعيشي فيه بتقولي يا رب انا استودعت عندك كل شيء وسلمت امري لالك بترتاحي بطريقه مو طبيعيه لانه ما في حلول لما بيحل علينا بلاء مصيبه ظروف صعبه ما فينا نعمل شيء يعني مثلا تلاقي الوحده كانت عايشه فجاه حل على راسها شي شغله فمين يلي بيقدر يحل الموضوع مين يلي بيقدر يطالعك من هاي الظروف رب العالمين وحده فانت بتتوكلي عليه وبتصبري وبتستني من عنده الفرج ما في غير هيك وطبعا انتو كمان صبايا كتبوا رأيكم بالتعليقات الله يفرج علينا جميعا يا رب الله يريح بالكم ويفرح قلوبكم ويرزقكم كل شي بتتمنوه ويرزقكم سعادة الدارين هون كمان صبية تانية عم بتقلي إنه هي عم تعاني من غيرة الناس يلي حواليها شوفي لقلك حبيبة قلبي هذا النوع من البشر موجود بحياتنا كلنا مع الأسف في ناس من صغر عقله وقلة إيمانه بتلاقوهم إنه هن مركزين بحياة حدا غيرهم أكثر ما يركزوا بحياتهم، يعني مثلا أنا في حدا بحياتي هو قريب كتير لإلي، ماشي؟ يعني أنا ما فيني أخبي عنه تفاصيل حياتي، ما فيني أخبي عنه إنه أنا اليوم اشتريت بيت، وأنا اليوم اشتريت سيارة، وأنا اليوم صار في عندي ولاد يعني ما فيني أخبي، والله وأنا كمان اليوم تزوجت، فهد هي التفاصيل نحن ما فينا نخبيها عن حدا، ليش؟ لانه هن مثلا بيكونوا اشخاص بحياتنا، هلا مثلا للناس الغريبه انا ما بحكي شيء، ما بيعرفوا شيء عن حياتي، بس في ناس قريبه طيب يعني ما بعرف كيف الواحد بده يفسرها انه هو ما لازم يخبرهم بشيء لانه بخاف منهم من عيونهم من حسدهم، عن جد انا وحده يعني مثلي مثلكم ما بلاقي طريقه لهذا الشيء. ما بلاقي الا انه صايرة حديث ما بلاقي الا انه انا عم بنحسد على تفاصيل بحياتي طيب انت قبل ما تجي وتحسديني انه انا عايشه ببيتي عايشه مع زوجي انت مالك عايشه مع زوجك انت زوجك مو منيح معك انا زوجي منيح معي انت ما عندك اولاد انا عندي اولاد انت ما بتعرفي انا شلون عايشه عم تحسديني على حياه من برا في شيء جوات الانسان بيصير ما حدا بيعرفه يا صبايا والله يعني مثلا انا تعرضت لموقف ما انه اجى حدا حسدني مثلا خلينا نقول مثال ما نحكي تفاصيل يا انت نيالك في عندك لبس كتير انا ما عندي لبس طيب انت بتعرفي انا قد تعبت لحتى حصلت على هذا اللبس انت بتعرفي انا شقد عانيت لحتى زواجي استمر لحتى انا ما خربت بيتي بتعرفي على ايش صابرة على شو قاعدة مثلا يعني كمثال عادي او انا مثلا والله في عندي مال انت بتعرفي شقد تعبت لحتى حصلت على هذا المال الناس صايره هاي الفتره صبايا حرفيا بيحسدوكي بيقولولك نيالك ما بتشربي القهوه الا في جنبها قطعه شوكولا عن جاد؟ طيب انتو كمان روحوا اشربوا القهوه في جنب قطعه شوكولا واذا ما عم تقدروا اطلبوا من رب العالمين يرزقكم يلي رزقني قدران انه يرزقكم بس ما رح يرزقكم وانتم نيتكم مو صافيه وانتو, وانتو عينكم على حياه حدا غيركم فشوفي يعني والله التعليق هذا اجاني على اخر فيديو وعندي كثير اسئله لازم ارد عليها فقلت لا بدي ارد على هذا التعليق لانه مثلي مثلكم الناس صايرة قاسية مثل ما بيقولوا نحن عنا بحلب بتبج هيك الكلمة بنص وشك بتجرحك بتكسر بخاطرك بتحقد عليك وبتحسدك هيك عينك كنت عينك يعني من قبل مثلا تلاقوا لا يعني هيك شغلات ما كتير ينحكى فيها هلا لا الحسد والحقد صاير وجها لوجه طيب يا صبايا طلع في انا وانتي والصبية يلي معلقة كمان تحت تعليق هاي الصبية وصبايا كتار كمان ما علقوا كلياتنا عم نعدي بهاي الظروف وفي عنا هدول الناس بحياتنا ماشي طيب شو نعمل بالدين وبالقران وبالاحاديث نقرا ونحكى انه نحن شو لازم نعمل اول شغله انت بتعمليها لازم تداومي على اذكار الصباح والمساء والرقيه الشرعيه وبس شفتي انه حدا هيك يعني كثير مركز وأنتي بنفس القعده مباشره اقراي المعوزات دائما صبايا خلوا سورة قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد ما تنزل من لسانكم أبدا هدول السور الثلاثة المعوزات دائما دومي على أذكار الصباح وأذكار المساء وخلي الرقية الشرعية شغالة ببيتك وسلمي أمرك لرب العالمين لأنه بس فكرنا ليش وليش وليش هيك قالوا لي وليش هيك عملوا لي طيب ليش عينهم على حياتي أنا عيني مو على حياتهم يا ربي يمكن أنا اليوم تخانقت مع زوجي أنه حسدوني بتوعي بدوامة ما لا نهاية بتلاقي حالك صرتي أسيرة لهذا التفكير وسيطر عليك وعلى حياتك وعلى تفكيرك وبلشتي تبطلي تعرفي تعيشي ولا لحظة انسي حذفي هذا الشيء من قاموس حياتك سلمي أمرك لرب العالمين لأنه مثل ما كلياتنا بنعرف يعني أنه الحاسد يحسد والرازق يرزق مين أقوى؟ الرازق فخلي الحاسد يعمل يلي بده اياه ما انه بده ينقلب مثل ما بيقولوا السحر على الساحر هذا الشي طبعا يعني ما فيه شك ولا حتى واحد بالمية ودائما ادعولهم يعني ما تنفروا منهم لا ادعولهم الله يحميهم يهديهم الله يرزقهم حياه حلوه يتهنوا فيا يركزوا فيا والله يعني انا في ناس كتير بقول يا رب يرزقهم حياه حلوه احلى من حياتي مشان يشيلوا عينهم عن حياتي انا حياتي رضيانه فيها مثل ما هي يعني مثلا بس ارزقهم حياه احلى مشان هن يعرفوا يعيشوا ويتهنوا ما يضلوا مركزين بحياه حدا غيرهم مع انه انا بعرف ناس حياتهم صارت حلوه وصار عندهم شغلات كثيره يعني يعني أكثر من الناس اللي عم يحسدوهم بس ضلوا ليش؟ إنه خلص هيك خلوا الشيطان يسيطر عليهم وخلوا هي العادة السيئة تكون بشخصيتهم، هيك هن خلص بنوا هي الشخصية السيئة، فدائما نحن بندعي لهم والله من عنده بس هيك يهديهم، الله يهدينا جميعا والله يحميكم جميعا يا رب يبرد على قلوبكم ويرزقكم السعادة والهنا والرضا، والحمد لله على كل حال شو بدنا نعمل؟ هي الدنيا هيك مثل ما دائما بقلكم نحن هون بالجنة وما في ملائكة على الأرض فبدنا نصبر ونتحمل والدعاء دائما الدعاء إن شاء الله إن شاء الله بيريح وبيغير إذا رب العالمين أذن وراد أخذني الحكي وأنا كنت ناوية أشرح لكم أكثر عن هالمتبل الخطير يلي اليوم حبيت أني أشاركه معكم طلعت لبرا صورت لكم الصحن لانه سبحان الله على الشمس بتفرق كتير يعني الاضاءه الطبيعيه سبحان الخالق بتعطي لكل شيء حقه وبتعطيه لون مميز سبحان الله ومثل ما شفتوا يا صبايا انا كنت عم بساوي متبل الشوندر على الطريقه اللبنانيه اخذت هاي الطريقه من صبيه لبنانيه وحبيت اني اجربها وعجبتني النتيجه كثير كتير وحبيت اني اشاركها معكم وانصحكم فيها جبت الشواندر وسلقته لحتى استوى يعني كتير هيك داب دوابين دا لانه نحن بدنا اياه يكون كريمي وبعد هيك دقيته دقيت معه سنين توم نحن بهاد المتبل ما بدنا توم كتير لانه هو ما بيحب التوم يعني هيك نكهة كتير كتير خفيفة يا دوب تكون ظاهرة وحطيت له معلقه لبن هيك معلقتين صغار يعني عرفتوا انا هون في عندي كليين شواندر لكل كيلو شواندر بتحطي معلقه لبن بس يعني ما بده لبن كتير وتقريبا كمان معلقه طحينه وملح وكمون وفليفله حمراء رش انا هم ما كان في عندي كمون فما حطيت له بصراحه بس ما بعرف اذا الكمون رح يعطي نكهه ثانيه انا مثل ما شفتوا ما حطيت كمون حطيت بس ملح وفليفله حمراء رش للشوندر المسلوق وحطيت له ثوم وطحينه ولبن بس حركتهم كثير منيح وزينتهم بشويه جوز وشويه طحينه هيك على الوش حسيته بيحب الطحينه كثير وزكترنا طحينه بناخذ نتيجه اطيب اهم شي صبايا تكتبوا لي بالتعليقات ان انتم بتعرفوه بتعملوه ولا لا واذا ما بتعملوا جربوه واكتبوا لي رايكم بالتعليقات متاكده انه ما راح تندموا ضيفوا هذا الصنف من المقبلات على سفره شهر رمضان هلا قرب شهر رمضان فلازم هيك نعمل افكار بسيطه نجربها قبل الشهر لانه بكره بنكون صايمين وهيك فبحس لازم نعمل شيء على الافطار يكون مضمون فانا لما بيكون في عندي شغلات حابه اني اجربها بحب اني اجربها وانا مو فطره يعني الواحد ممكن يعني انه يعني العالم ما يصايم عرفتوا ما بتنجح الطبخة ما بناخذ نتيجة منيحة بنعمل طبخة جديدة ما بتطلع طيبة مثلا فكله بيكون غير يعني لما بيكون الواحد صايم وهيك ما بعرف كمان انتم معي بهي النقطة ولا لا اكتبوا بالتعليقات شغلة تانية في صبية على الفيديو السابق كتبت لي بس بعدين حذف التعليق ما بعرف ليش انه انت بتحكي كتير بالفيديوهات شوفوا لو لكم صبايا بتصدقوا انه انا الفيديو السابق تصويره اخذ معي اكثر من اسبوع طيب مونتاجه اخذ معي اكثر من ثلاث ايام اضافة الصوت بس على يومين انا مالي قاعدة قاعدة وحدة عم بحكي ل 29 دقيقة ونص ما بحسن ابدا اساسا، أول يوم يعني بلشت بإضافة الصوت، خلص صار الفيديو جاهز، قصيته، رتبته كله مثل ما كان واضح معكم، الفيديو بيكون بغير طريقة، يعني ما بعرف كيف بدي اشرح لكم بس إنه الموضوع كتير كتير متعب. فأنا عن جد عن جد عم بتعب كتير لحتى أوصل لكم المحتوى بالطريقة يلي أنتوا عم بتشوفوها. قعدت بدي أضيف بقى الصوت للفيديو، تقريباً أخذ معي ساعة وصلت لل 19 دقيقة حرفيا ما عاد قدرت اني احكي وخلص يعني عن جد وصلت انه ما بقادر احكي وما بدي احكي هيك يعني انه اي كلام لا انا بكون مرتبة انه اوصل لكم الروتين مع الوصفات وبنفس الوقت مع الافادة ان شاء الله بالحديث بالنصائح بالافكار بكل شيء ورجعت كملت اضافة الصوت للفيديو آه، تاني يوم المساء يعني اخذ معي يومين تقريبا لحتى هيك اخذت استراحه رتبت افكاري وكملت لانه مثل ما قلت لكم انا ما بحكي اي كلام لا انا بحب اني اقدم الروتين بطريقه مفيده ان شاء الله وانا احسن لي على فكره اني اصور الفيديو واتركه على اصوات الطبيعه وانزله بس يا حبيبات قلبي انا المتابعين اللي بيتابعوا محتواي هيك بيحبوا جربت اني ما احكي نزلت عندي دقائق المشاهدات كتير والصبايا بالتعليقات كلهم لا احكي بالفيديوهات طبعا انا حديثي مثل ما واضح معكم ما مع بحكي لكم شو قالت لي حماتي وشو عملت لي سلفتي لا ما فيه حديث تقليدي مثل ما بيقولوا ما بحكي لكم نشرت الغسيل ومسحت الارض لا انا بحاول اني احكي كلام يفيدكم انا ان شاء الله ان شاء الله بوصل لكم شيء مفيد يريحكم يريح رواحنا وقلوبنا وبنفس الوقت بحاول ان يكون في الي ثواب بالحديث اللي انا عم بحكي وبنفس الوقت بعطيكم افاده ما ما بعرف تعليقاتكم كتير مهمة بتحبوا اخفف كلام بالفيديوهات حسب الاكترية انا بشتغل بصراحة هلا هون يا صبايا بعد ما خلصت وكان يوم كتير متعب وهيك فاجيت بدي انظف المطبخ متل ما واضح معكم المطبخ أغلب الأشياء اللي فيهم صدية والباقي كله معفن وصورت لكم الرفوف لأنه في صبية كمان كتبت أنه بدي أصور لها ياهن يعني طلبت مني بالتعليقات فصورت لكم ياهن بصراحة هن أنا ليش عملتهم لأنهن عمليات يعني من خشب ببيوت للساعة جديدة أو ببيوت كل رطوبة فهن عمليات مثل ما واضح معك يعني كيف كان شكلهم وأنا كمان عاملة فيديو كامل عنهم كيف هيك عملت تجديد وقتها للرفوف وبخيتهم وركبناهم راح أحط لك رابط الفيديو إن شاء الله بأول تعليق مثبت على قد ما حكيت راح صوتي بس شو بدنا نساوي عن جد أنا من الناس صبايا والله ما بحب الحكي لكتير. وبتضايق كتير لما حدا بيكتب لي بالتعليقات انه انا انزعجت لانك حكيتي بالفيديو كتير ليش لانه انا عم بتعب لحتى اقدم هي الفكره بلاقي في ناس ما حابينا فما بعرف اكتبوا لي تعليقاتكم لانه كتير مهمه لهون بيكون خلص فيديو اليوم هيك يعني مثل ما قلت لكم روتين اليوم كان خفيف ظريف نظيف كافأت نفسي بكاسه عصير ليمون باخر النهار هيك يعني الشيء الفريش بيعطي شعور كتير حلو بيعطي انتعاش للجسم فدائما بنصحكم بالشغلات الفريشة عصري واشربي جسمك وصحتك ونفسيتك دللي نفسك لأنه لهم عليك حق ودللي نفسك تجدها يعني مهما كان الناس اللي حوالينا بيحبونا وبيدللونا بس نحن المسؤول الوحيد عن نفسنا فدائما اهتموا فيه هلا انا هون شو بعمل بعصر الليمون تقريبا يعني انا بدي اعصر كاسه وحدة ماشي فنص الكاسه بيكون عصير ليمون وبعد هيك بكمله مي وبحطله معلقه سكر جربوه على طريقتي متاكده رح يعجبكم ان شاء الله طبعا وبس هيك والله وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستفدتوا واستمتعتوا كمان تعليقاتكم كتير مهمة فكترولي منا الله يسعدكم جميعا يا رب عيلتي الحلوة إن شاء الله تضلوا بألف خير يا رب بأمان الله